جراند هيلز هوتيل اند سبا من اجمل وافخم المنتجعات بلبنان، الزوار والسواح بيقصدوه على مدار السنه لانه كل موسم عندهم له مميزاته. اليوم رح نتعرف على الاند اوف يير ايفنتس او نشاطات اخر السنه مع مديره التسويق نانسي علام. اهلا وسهلا فيك. أهلا فيك نانسي. ميرسي. مثل ما ذكرت على مدار السنه بيقصدوكم بالجراند هيلز. اولا موقعه رائع موجود، خبرينا بالتفصيل وين موجود وكيف بنوصل له. موقعه هين كتير، هو ببرمينا على مدخل برمينا على الطريق العام، أكيد موجود بواحد من أجمل جبال لبنان، بتطل على كل، يعني عنده فيو بانوراميك من كل الميلات من حي لمحل كنت موجودة فيه بالأوتيل. كل موسم بالجراند هيلز هوتيل اند سبا له مميزاته وله نشاطاته. مزبوط. اليوم بدنا نركز على شهر ديسمبر، شهر الأعياد، وبعرف مزبوط. إنه هو شهر حافل عندكم. مزبوط، معك حق. بدنا نبلش مع سلسلة من الصور اللي بتعرض يمكن النشاطات اللي انتم عم بتقدموها هالسنة. مزبوط. أول نشاط، واحد من النشاطات يلي عم بتصير بالجراند هيلز هي البيانو لايف كريسمس بيانو بيسز، عم بيقدمون في وكيت بنافع، هن بنتين كتير مهضومين بيدقوا على البيانو ديورينج. المظبوط، هن إخوة دورينج البوفيات يلي رح نحكي عنهم بعد شوي، وكمان في عندهم يومين باللوبي. الايفينمون الثاني هون موسيقى ميلاديه رح تكون. نعم اكيد موسيقى ميلاديه دفنتلي. الايفينمون الثاني هو عن مين؟ عن يا ريت بتبطلنا الصور شوي شوي. مزبوط، بنحب نخبر الكل كمان انه بكره ونهار السبت في عنا معرض لسيزوبيل بالأوتيل، عم نستضيفهم كرمال لحتى كل أهالي اللي قاعدين حدنا يستفيدوا من هالمعرض. ومعرض بدهم كمان أرتيزانة وإشياء ميلادية ومأكولات للعيد كمان. مزبوط. واكيد بنفس الوقت بيحصلوا على هالاشياء وبيقدروا يساهموا بتحقيق اهداف جمعيه كاريتاس اللي هي من اهم الجمعيات الخيريه والانسانيه بلبنان. 100%. الايفينمون الثالث هو ميني ستوديو، رح يكونوا موجودين بالاوتيل ب 21 ديسمبر على الساعة 6. كمان كل الاولاد مدعوين انهم ميني ستوديو فريق الام تي في. مظبوط 100%، موجودين عندنا كرمال هون لحفلة وحدة فقط؟ لحفلة وحدة، نعم. 21 الشهر؟ نعم. أي ساعة؟ على الساعة 6 عشية. اوكي اوكي. في عنا البوفيات يلي نحن عاده بنقدمهم كل نهار احد، في عنا بوفيه بواحد من ريستورانات الاوتيل، اكيد بموسم ديسمبر بيكونوا شوي ابجريد. كم مطعم عندكم بالاوتيل؟ عنا هلا فور ذا مومنت البول كافيه محل ما بنقدم هيدا البوفيه، باسكوالي هو الايطاليان ريستورانت. نعم. وفي عنا اكيد السوشي بار كرمال كل اللي بحبوا السوشي. نعم. وين عاملين النشاط الخاص فيهم؟ البوفيات بالمبدا بيكونوا بالبول كافيه، واكيد بيكون في سبيشال ديليشز سبيشاليتيز يعني كرمال كريسماس. وهيدي نهار بالاسبوع؟ احد. مظبوط. وراح يكونوا اكيد لو 25 لو بروميير لو 25 ديسمبر لو بروميير جانفيي بعد العيد، يعني نهار العيد. وخلال هالبوفيز نانسي راح يكونوا الصبايا عم يعزفوا على البيانو؟ نعم مظبوط، بنفس المكان 100%. مظبوط. اوكي. كمان عندنا سبيشال روم باكجز محضرينهم كرمال هالبيريود اوف يير، فيهم العالم يحجزوا سبيشال روم باكجز مع سبا تريتمنت مع سهرات لراس السنه. هون بتعملوا باكجز لعيد الميلاد وكمان باكجز لراس السنه؟ مضبوط، للعيدين العالم هي بتنقل الباكج اللي بيناسبها. من هالباكجز بيقدروا يستفيدوا مش ضروري الزوار من خارج لبنان، كمان بلبنان اللي حابين يقضوا كم يوم فرصه. هي فرصه كمان لجبال ستريفري انه يطلعوا كمان يغيروا شوي اجواء ويتمتعوا بالمناخ الحلو الموجود فوق. بالنسبه لراس السنه اكيد في ايفينمونات عم بيصيروا بالجراند هيلز، واحد منهم هو بالفايز يلي هو المطعم اللبناني للاوتيل، رح يكون في اجواء شرقيه، بالباسكوالي اجواء شوي انترناسيونال، والابنيا نحن عم نقدم قصه كبيره يلي هو الكوميدي شو، واكيد بالثلاثه في ايفينمونات عم بتصير. وانا عم نحكي ليله راس السنه نانسي 100%. يعني عندهم ثلاث خيارات بالنسبه للنشاطات اللي ممكن يعملوها، وبيقدروا ان باراليل يكون في عندهم روم
باكج وبذات الوقت يستفيدوا، يعني يكونوا مقيمين بالاوتيل وبذات الوقت يستفيدوا من هالسهرات. الباكج الروم باكج بيتضمن كمان سهره راس السنه عندكم؟ مزبوط، بيتضمن سهره بواحد من هالفنيوز اللي ذكرتيهم اللي هن في القصه كبيره مسرحيه كوميديه، وفي عندنا الباسكوالي هو فور انترناشونال يعني بحبوا شوي يكونوا باجواء غربيه، والفايز اللي بحبوا يكونوا باجواء شرقيه. راح يكون في برنامج فني اكيد لايف ميوزك 100% بالمطعمين بالثلاث محلات. مزبوط. حلو. جيفت سيرتيفيكيت هي شغله كثير العالم عم بتلاقي عم نلاقي اقبال من العالم عليها، يلي هي انه العالم عندهم البوسيبيليتي انه يهدوا بعضهم جيفت سيرفيس بالاوتيل وبالبجيات يلي هن بتناسبهم، يعني فينا نهدي بعضنا تريتمون دو سبا، فينا نهدي بعضنا غدا عشاء اقامه بالاوتيل وبالبجي اللي نحن بنحدده. وكثير عم في هالقد تنوع بالنسبه للهدايا، عندهم تنوع مش بس يعني خدمات سبا، بيقدر نقدر نهدي هديه لمثلا عشاء او غدا. مزبوط، غدا عشاء اقامه بالاوتيل كثير اشياء، او حتى الباكجز اللي ذكرناها 100% قبل. اكيد اكيد في عندنا سبا باكجز كثير مهضومين وكثير مختصين هلا بهيدي الفتره. واحد معروفين هو بالسبا عندكم اكيد، واحد منهم هو السويت شوكليت كريسمس باكج اللي هو معمول من شوكولا لكل اللي بحبوا الشوكولا، الشوكولا كمان فيهم يعملوا تريتمون بهالماده. شو بيتضمن هالباكج؟ اعطينا شوي. هو بيتضمن فيس تريتمنت، غير انه اسمه كثير مغري. مزبوط، وانفلوبمون للجسم معمول من الشوكولا. الفيس تريتمنت كمان شوكليت. مزبوط، لانه فيه هو فيتامينز كثير مهمين للتنشيط الدوره الدمويه بالجسم وبالوجه. وفي عندنا الاكسبرس فيس جلوينج هو معمول من الذهب، هو برودكت فيه خلاصه الذهب. هذا من نفس التريتمنت؟ لا، هدول تو ديفرنت تريتمنت بس بيقدروا ينعملوا يعني مع بعضهم كرمال لحتى نكون كثير حاضرين لهيدي الفترة. هيدي للنساء والرجال؟ مزبوط، للنساء والرجال. في شيء بيتاكل؟ اكيد بنضيفكم شوكولا معمول بالاوتيل ضروري. مش معقول نحطه على جسمنا ما ناكله ما ندوقهم. ايه بعد في او خلص؟ هيدول هن بالمبدا. وكمان بنحب بس نخبر انه في عندنا فيت سيلبريشنز هون لكل الشوكولا اللي بدنا ناكله والمطاعم اللي بدنا نزورها. مزبوط، شو بنعمل؟ بنحرقهم بالفتنس كلاسز اللي بيصيروا. اكيد عندنا جيم وفيه سبيشال كورسز هلا عم بيكونوا التام تبعولهم ريليتد تو كريسماس، فالعالم حتى خلال فتره الاعياد. هو خلال فتره الاعياد مزبوط اكيد. يعني خاصه بهالفتره العالم بيكونوا فاضيين اكثر انه هيدي نقدر نهدي كمان. اكيد فيكم تهدوا بعضكم جيم كلاسز كورسز في ديفرنت فرايتيز، فيكم تفوتوا على فيسبوك بيج تبعنا حتى تشوفوا شو الكلاسز اوفرينج. حلو. اخر شغله بنحب نحكي عنها هي ذا جورمي سكشن. نحن بالاوتيل كثير معروفين بالبوشات اللذيذه والكثير طيبه اللي بنحضرها، بالاضافه لكل الماكولات المختصه بنوال بهالفتره مثل الحبش مثل الكوكيز جينجر بريد، فكله هيدا معمول بكون معمول بالاوتيل. كل اللي بحبوا انه يوصوا عليهم بيقدروا اكيد يطلعوا على الاوتيل يشوفوا السلكشن ويوصوا عليهم. عندكم صاله عرض؟ عرضه عندنا ديسبلاي مزبوط موجود ب one of the outlets of the hotel لحتى العالم يتعرفوا على الاشياء اللي نحن بنقدمها. اللي مش حابب يتذوق هالمأكولات عندكم بالاوتيل باحلى المطاعم بيقدر يوصي عليهم للبيت. مزبوط، ويكون يكون يشاركوهم يعني مع العائله على نويل او على راس السنه. قد ايه قبل بوقت لازم يقدموا الطلب؟ يعني مش اقل من جمعه اكيد كرمال لحتى الشاف يكون عنده وقت. حجز لكل هالامور قبل بوقت كمان لازم اكيد. يعني بتعرفي الاقبال هلا كثير بكون عالي خاصه على الامور يلي مثل راس السنه وهيك. بعد في مجال لراس السنه؟ اكيد في مجال، نحن مش من زمان بلشنا يعني فتحنا الريزرفيشن ديسك ونحن مستعدين لاي حجز، فيهم يفوتوا على الويب سايت تبع الاوتيل او على الفيسبوك بيج لحتى يقدروا يتواصلوا معنا او اكيد على التليفون. واكيد هالاوبشنز كلها مفتوحه للزوار من لبنان وخارج لبنان، ونحن اكيد بنقدم دعوه خاصه لكل اللي حابين يزورونا من الخارج. اهلا وسهلا فيك نانسي علام، وعقبال كل سنه. ثانك يو، ميرسي لكم كمان. وقفه قصيره مشاهدينا ومنكمل.